دالي. خلص عندي مشروع استثماري بدي كسر الدنيا فيه. والله عندك مبلغ يعني فيك تستثمر فيه؟ يعني ما بده كتير بس استثمار كتير قوي. شو بدك تستثمر عقارات يعني؟ لا حبيبي لا عقارات ولا غير عقارات. بتقلي بورصة وأسهم وهيك شغلات؟ لا بورصة ولا شيء يا خيي، مشروع يعني فأخو شليتي. طب شو مشروع استثماري؟ شو استثماري بشو؟ بدي فوت مشروع استثمار سياسي. والله بيستثمروا بالسياسي وبيربحوا يعني؟ طبعا طبعا. طب وهيك شو المعدات يعني شو الادوات اللي بتعملها؟ ماشي يعني كلفتها كتير كتير بسيطة، بدك مبرد مشان لسانك تبرد لسانك. ايه؟ وبدك كمان زيت مشان تكب زيت على النار يعني، او بتجيب صنارة. بس هيدي لشو صنارة؟ صنارة مشان تصطاد بالماء العكر. طب وشو في الشغلة هيك ممكن تزعجها يعني تزعجك هالمشروع؟ ليك بصراحة بس في يعني قصة الوضع الأمني. انت كمان السمار سياسي بيتأثر بالوضع الأمني إذا موتر؟ لا حبيبي بالعكس. شو بالعكس؟ بدنا وضع أمني موتر، غير هيك ما بيمشي الحال.